رأيك فيما يتعلق بالأسطورة شيكابالا وحملة أن اللقب الرسمي من الآن فصاعدا يكون هو الأسطورة شيكابالا في دعم من جماهير نادي الزمالك لهذه الأسطورة الحية؟ والله أنا بحييك إن أنت تبنيت هذا الموضوع، يمكن أنا تابعته وهو فعلا أسطورة، ما حدش يقدر ينكر إن شيكابالا أسطورة ورمز من رموز نادي الزمالك ورمز وكيوت عند جمهور نادي الزمالك. يمكن أنا كتبت قلت إن إحنا المفروض إن إحنا نعمل له تمثال، تمثال ده أقل تكريم ليه، ويمكن إن اللي بيحصل لشيكابالا ده هو شيء يمكن فوق الطاقة، يعني لا يتحمله بشر. اللي بيحصل لشيكابالا لا يتحمله بشر، ويمكن انا كنت بتمنى اني لما حصل له في الامارات تنمر في ماتش السوبر واحنا كنا كلنا موجودين هناك، وحصل له بعد كده في ماتش القمه في ماتش افريقيا تنمر عليه، وحصل له في الماتش ده تنمر عليه، كنت اتمنى ان مجلس اداره النادي الاهلي يطلع بيان ان هو يستنكر فيه ما يحدث لشيكابالا. ده اقل حاجه كان ممكن تحصل، لكن ان هو يلتزم هذا الصمت معنى ان هو راضي بهذا التنمر اللي بيحصل من قله غير واعيه من الجماهير. يمكن في جماهير في النادي الاهلي، في جماهير محترمه، وفي جماهير بتحب شيكابالا، وفي جماهير بتحب لعب شيكابالا وبتحب تتفرج على شيكابالا، لكن القله اللي هي بتحاول ان هي تظهر اللاعب بمظهر سيء، ودايما شيكابالا هو يعتبر رد فعل وليس فعل. ما هو عمر شيكابالا المحترم الخلوق المؤدب عمره ما خرج منه لعيبه، يمكن هو في الاحداث بتاع بورسعيد كان متواجد داخل النادي الاهلي نفسه. يعني كان متواجد داخل النادي الاهلي نفسه وكان بيساند وكان بيساند اسر الشهداء اللي هي موجوده، لكن اللي بيحصل لشيكابالا ده يعني فوق الوصف. انا كنت بتمنى ان يكون مجلس اداره النادي الاهلي يتخذ بيقول يطلع بيان يستنكر فيه انه يتبرأ فيه من هذه القله القله الغير واعيه، القله المتعصبه، القله التي تريد ان تثير الفتنه بين جماهير الكره المصريه في الظروف اللي احنا عايشين فيها دي. لما يحصل ان شيكابالا يتوقف ماتشين، طب وتوقف ماتشين ليه؟ طب الناس اللي هي كانت بتشتم وكانت بتواجه ليه استباب في الماتش اللي فات، حضرت الماتش ازاي اصلا وهم كانوا معروفين بالواحد، يعني 25 من هنا و25 من هنا كانوا معروفين بالواحد، كان المفروض ان الناس دي النادي الاهلي نفسه هو يعاقبهم، يعني لان الاهلي هو اللي مختارهم ان هم يحضروا. تمام. يحضروا. تعال نروح بقى الموضوع تاني بسرعه كده. لو مفضل. عايز تقول كلمه لمعالي وزير الشباب والرياضه النهارده الثلاث مش عارف كام خمسه النهارده تقول له ايه؟ لو عايز اقول له كلمه عن ايه؟ لو عايز تقول لمعالي وزير الشباب والرياضه وبيسمعك ملايين دلوقتي من جمهور الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه وانت طبعا كنت رئيس المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك وراجل صحفي معروف بحب انا يمكن انا كتبت قلت الزمالك. يعني يمكن انا كتبت على صفحتي وقلت ان انت بتقول لم ما تزعلوش ولا مساس، لا ده جماهير هتفرقع، جماهير هتطق، جماهير خلاص فض بيها الكيل. اللي بيحصل لنادي الزمالك ده شيء غير، يعني شيء يعني هقول لك يعني حاجه خارج عن الوصف.